ايه بعيد كده؟ ايه بعيد يالي؟ سيب الكبار يتفاهموا مع بعض. يا لهوي يا مسدي. بس يا نوات. يا سيد ابراهيم. اخرس خالص. مالكش دعوة. ابعدوا من هنا. ساعة الحساب حلت يا ابراهيم. اهلا بيك يا عبد الحليم. الحمد لله على سلامتك. أنا والله كنت جاي أزورك. خليك عندك يا إبراهيم. لو اتقدمت خطوة واحدة هتقف في المليان. ما تصلي على النبي يا سيد حليم. الله قول عليه الصلاة والسلام. نزل بندقية كده عين. بس يا عبد الغفار. ده كلام بيني وبين ابن عمي. اضرب. اضرب يا عبده. أنا صدري مفتوح أهو. يا لهوي. قلتلك اخرس يا بت. قلتلك اقف عندك يا إبراهيم. ما تضرب بقى. ايه صار يا سعد؟ ليه يا عبده؟ وانا عملت فيكم حاجه؟ ده انا طول عمري شريكم يا اخي، ونفسي نبقى عيله واحده والنفوس تصفى. حتى اسال عبد الحميد يقول لك. اضرب اضرب يا عبده. لو مش مصدق نضرب. لو ايدك تطوعك سيب البندقية يا صاحب حليم. لا يا عطية. استنى يا عطية. الوهاب يا اخي اصبر الشر يا اخي. تعالى معايا بره معايا. انت مش بتاع الحاجات دي يا عبده. تلاقي الواد المجنون ده هو اللي طلعها في دماغك. انت تستاهل الشنقه الف مره. الله يسامحك. احنا ولاد عم يا اخي. والدم عمره ما يبقى ميه. انت اللي حرقت المخزن على عبد الحميد. واني لو كنت عملت كده برضو هقول لك اني عملت. انت مكانك مش هنا يا عبدو. انت مكانك في مصر مع الشبان اللي زيك. سيبك من الارض ومشاكل الارض. سيب اللبخ ده للي زينا. ما تصلي على النبي كده يا سعب حليم. تعال اخوي اشرب معانا كوبايه الشاي. روق. تعال. ألعب معاكم؟ حاضر يا حبيبي. يا ولدي تعيدي كده ما تعذبنيش. هو ده بس 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 يا اختي بموتك ولا ايه؟ بس خلاص يلا اهو. والثعلب فات فات والثعلب فات فات والثعلب فات فات. يا عبدو. ايوه بركه. شفت عبد الحليم الصغير؟ الله جميل قوي يا بركه. ربنا يخليهولي. ده انا مسميه على ايه؟ يلا العب معانا. يلا نلعب. يلا يا اولاد. والثعلب فات فات والثعلب فات فات. شفتي ولا سائل عنا ولا زينب؟ خدوه منا خلاص. حرم عليك يا أمينة. ده مفيش أحل من قلب عبد الحليم عليم. والثعلب فات فات. سمي على البنت يا زينب لحسن نام. ست زينب. ست زينب مش هتيجي نشقر على الأرض الليلة ولا هتقعدي مع سعب حليم؟ لا جاي يا عطية. اسباني انت وانا هجيب عبد الحليم وجاي. ده بعد اذنك يا عبدو. هي هتروح فين بالظبط؟ الغيط يا عبد الحليم. الليلة معاد السقية بتاعتنا. وهي زينب بتروح الغيط؟ يعني لما بيكون في شغل.
الحقيقة ما شفتش حد بيعمل زيها كده. لولا زينب يا عبد الحليم الأرض بتاعتنا كانت هتضيع، كانت هتتباع في المزاد. ياه، كل ده حصل وأنا غايب. يلا يا عبدو جاهز؟ جاهز. مش هنتأخر يا عبدو، ساعة زمن وحنكون هنا. مع السلامة. ولزومه ايه بقى اخرجها دلوقتي؟ ما هو عبد الحليم هنا، مش تريح نفسها وتقعد جنبك يا اخويا؟ تفتكري عبد الحليم هيقعد معانا على طول يا امينه؟ على الاقل وهو موجود هنا تستريح. طيب قومي يا امينه، قومي نيمي بنتك. حاضر يا اخويا، حاضر. قومي يا فريال، قومي قومي يا حبيبتي، تصبحوا على خير. انتي من اهل زينب. انا منفعش خالص في حكايه الارض دي. طب هات. وبعدين؟ ولا قبلين قال ان الدراسه ابتدت وانه ما يقدرش يسيب الدراسه سنتين ورا بعض. صح. هو ايه اللي صح يا عبد الحميد؟ والارض مش عارف. ما عارف يا زينب، أنا عايش على أمل واحد. إيه هو؟ إن منصور ابن عمي يرجع من لندن ويكون هناك اخترعوا حاجة جديدة لمشكلتي دي. بيقولوا إن الطب اتقدم قوي في أوروبا، خصوصا في الجراحة. الحرب وجرح الحرب خلتهم عملوا عمليات كتيرة ودقيقة في العمود الفقري. خلاص عليك يا عبدو، ليه ما شاركتنيش معاك في املك ده؟ انا روحي متعلقه بيك يا عبدو. ليه؟ انا ما استحقش منك ان انت تعيشني معاك في الامل ده. للدرجه دي ما كانش عندك امل يا زينب؟ حزنك وغضبك خلوني احس ان الدنيا خلاص انتهت. بس انا خايف، خايف قوي. من ايه تاني؟ ان الامل ده يطلع على ما فيش. لا، ان شاء الله ربنا هيشفيك وهترجع تاني تحس البيت والبلد كلها بخطوتك يا عبدو. وعبال ما ربنا يحقق الامل ده اعتمد على الله ورعاية الارض. تعب عليكي قوي يا زينب. عشان خاطر جوزي وولادي ما فيش حاجه اسمها تعب يا عبدو. قولي، احنا خلاص قربنا نجلي المحصول، انت كنت بتعمل ايه؟ بعد الجني المحصول بيتخزن وبيجي التاجر يشيله. اي تاجر؟ لا، هو تاجر واحد الكفر كله بيتعامل معاه، الحاج رشوان، راجل طيب وكلنا متعودين عليه. ولازم يعني الحاج رشوان ده؟ انت عايزه تعملي ايه يا زينب؟ اصل المحصول ما شاء الله يفرح غير اي سنه، كل الانفار بيقولوا كده. البركه فيك يا زينب. مش القصد يا عبدو، انا بفكر يعني ان احنا نشوف تاجر واتنين وتلاته واللي يدفع اكتر يشيل. بس ده يخوف قوي يا زينب. ليه بقى؟ يعني لما بيكون التاجر واحد الكل بيتعامل معاه والمحصول يطلع كويس بيشيلك، ولو المحصول لا سمح الله جرى له حاجه برضه بيشيلك. زائد اننا ساعات بنحتاج سلف اثناء الزراعه. بس احنا الحمد لله ما خدناش حاجه من الحاج رشوان ده. وبعدين يعني هو واقف معانا ايام ما المخزن اتحرق، ما رضاش يشيل القمح المعطوب. معاكي حق. خلاص اديني اسم التجار وانا انزل المركز واتفق معاهم. انت لو عملت كده يا زينب هتبقى دي اول مره تحصل في الكفر. خليها على الله، ده الحركه بركه. ايه يا بنات مالكم؟ اسكت يا عبد الحليم، احنا زعلانين منك. ليه بقى؟ لانك مش زي كل مره،
المرة دي ولا سألت علينا ولا جبت لنا حاجة معاك من مصر. احنا في ايه ولا في ايه يا أمينة؟ وبعدين ما انا جيت اهو. يا سلام، بعد ايه؟ ها عملت ايه مع زينب؟ في ايه؟ كانت عاوزاك تقعد معاها في الارض مش كده؟ ما هو ده اللي مضايقني قوي المرة دي. هي فعلا الحمل تقيل قوي عليها، لكن انا كمان اعمل ايه؟ ما انا لازم اروح الجامعه. ما تريح نفسها، اهم الرجاله في الغيط كفايه. هو في حد يعمل كده؟ دي عمرها ما حصلت. انت عمرك ما يعجبك حاجه ابدا. انت ليه بتكرهي الست دي؟ بقت الكل في الكل في البيت ده يا عبده، ولا كانه بيت ابوها. ما هي تستاهل. انا نينا حكيت لي على كل اللي عملته عشان عبد الحميد وعشان الارض وعشان، ولا ايه يا رؤي؟ ساكتة ليه؟ مالك؟ ولا حاجة. على فكرة يا رؤية، هو ولد كويس قوي، مخلص وشريف، وهيبقى محامي قد الدنيا. رؤية قولي حاجة. أقول إيه؟ اسمعي يا رؤية، طلال الله يرحمه كان صاحبي. عمري ما حبيت حد في الدنيا قد ما حبيت الولد ده، لكن ده عمره، والحزن ما بيرجعش اللي راح، والحياة لازم تستمر يا رؤية. شريف بيحبك، بيفكر فيكي من ساعة ما شافك عندي في مصر. تعرفي يوم ما جيتيلي مصر قعد صاحي طول الليل مش عايز يتكلم ومش عايزنا ننام، لغاية فين وش الصبح على ما قدر يقولي، مع اني من اول الليل كنت فاهم هو عايز يقول ايه. ارد له السلام. بامبرز تقدم حمو الأبطال. ما كنت قادر أتحرك، بلل الحفاظ كان يزعج بشرتي. الآن بامبرز كيلوتس الجديد مع نظام الحماية المتكاملة يحمي طفلك من التسرب ويحفظ البلل لتبقى بشرته جافة وصحية مع حماية متكاملة. يلا أنا مستعد، هذه المرة راح أنجح. لا تسرب ولا بلل يزعج بشرتي، أنا البطل وأتحدى أي شيء يوقفني. بامبرز وراء كل الأبطال. دع الأيام تفعل ما تريده وتجدد بالمصيبات الجديدة. لا يمكن أني أفضل قصيدة على قصيدة، لأن القصايد بنات الشاعر. ديوانية الشعراء للمحاورة والنظم. كانت أبغى رفقتي متحري الفرح. ديوانية الشعراء السبت 7:30 مساء على قناة ذكريات. استنى هنا لما اقول. استنى هنا؟ استنى هنا ده ايه؟ نهار اخضر، انا عايز ادخل. ما اقدرش يا حاج، هو قافل على نفسه اوضته وقال لي ما تدخلش حد. استنى هنا لما اقول. يا دول اللي انا عايزه ضروري. حاضر حاضر يا حاج. لا مؤاخذه يا سيد ابراهيم. ايه في ايه يا مغاوي؟ الحاج عبد الغفار ابو عظمي بيقول عايز حضرتك. طب اقول له بعدين، هبعد عليه انا. اوعى كده، عد عليه ده ايه؟ هو انا مستوظف عندك يعني، ولا انا كنت مستوظف عندك؟ ايه عاوز ايه يا عبد الغفار؟ قول للواد اللي طزانه دي يعمل لي فنجان قهوه. ايه مفيش بن البيت لاخي ودماغي مش عمران. ايه حاضر يا عبد الغفار، اعمل لنا قهوه يا مغاوي. حاضر. ايه بقى يا سيدي الحاجه المهمه قوي اللي انت عاوزني فيه؟ هتلر رجع، الحكومه اتغيرت، وانا هو زي ما انا ما اتغيرتش.
انت عايز عم غفرت بعمده في يوم وليله؟ هعملكش حاجه ابدا يا استاذ ابراهيم، ده التليفون هدي لي سنتين اهو ما رنش في بيتي، هي دي حاجه سهله عليا ولا على اولادي؟ ثم انا عايز افهم ايه اللي بتعمله العمايل اللي بتعملها الست زينب دي؟ بقاني لو عمد كان دي حصل. ايه؟ حصل ايه تاني؟ مقويه العمال علي، انا مش عارف اشغل نفر في ارض. بتدي ايهم حقوقهم يا عبد الغفار؟ طب ما انا كمان يا اخويا بديهم حقوق، بس مش بالشكل ده. انما هم بقى يا اخويا عايزين يقعدوا كده ويقبضوا باليومين، يقبضوا كده على اول. الست دي من يوم ما نزلت البلد وهي غيرت حاجات كتير قوي. لو انت ما عرفتش هي عملت ايه مع تجار المركز. عملت ايه تاني؟ هو احنا يا اخويا مش طول عمرنا بنورد الحاج رشوان وعم حميد جوزها بيعمل كده؟ هي لا، قال ايه؟ جمعت تجار المركز كلتهم وعملت حواليهم مزايد، اللي يزايد ويدفع اكتر يشيل. بقى ده يعقل يا راجل ولا ده يعقل ولا عمرها حصلت؟ مش بقول لك يا عبد الغفار، الست دي ببلد بحالها، ست من النوع اللي يبني اللي يزود ما ينقصش. يا بختك بيها يا عبد الحميد يا ابن عمي، طول عمرك حظك حلو. يا راجل روح كده، دي ست مسترجله وعينها يندب فيها رصاصه. قول لي يا اخويا المهم هتعمل لي ايه في العموديه؟ القهوه. انت تخش كده من غير استئذان؟ بوابه هي يعني كده لا تظن انت؟ هو احنا طارق؟ اهي طيب يا اخويا طيب. اسمع يا عبد الغفار، ايه؟ انا بفكر في حاجه لو تساعدني فيها انت مش بس هتبقى العمده، انت يمكن كمان تبقى. وهو في اخويا اكبر من العموديه؟ البركه يا حبيبي في الله. ايه امال ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس؟ في انك تساعدني. ما انت عارف انا رقبتي ليك سداد يا اخوي، بس قول لي اساعدك في ايه؟ في الانتخابات هرشح نفسي في البرلمان. في البرلمان؟ يا سنه سخه، ده عايز فلوس يا هام. ما تخافش يا عبد الغفار، فلوس موجوده الحمد لله. هنيجي بكره ان شاء الله مسافر على مصر علشان اجس نبض واشوف ايه الحكايه. طب والعموديه؟ يا بني ادم افهم، ما هاني عشان ارشح نفسي عن الدايره لازم انت اللي تبقى العمده. امال يعني انت فاهم هتساعدني ازاي؟ ايوه تهت تهت وليت. ايوه كده صح. طب لا مؤاخذه عبد الغفار، بس حط الفنجان ده هنا، عايز اقول لك حاجه مهمه. ايوه ليك حق صايصك. ايوه خير. يلا انت بقى اخويا روح، مع السلامه. لا 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 يلا يلا بقى، عندي حاجات عايز افكر فيها وارتبها قبل ما اسيب الفنجان. لا 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 لا. يا خوفي منك انت قوي، قلبي بيرجع فيك. بالك انت لو بقيت عضو في البرلمان الله يا خوفي منك. عبد الغفار خلاص واخدنا العمودية ورجع لدارنا التلفون. رجع لدارنا التلفون. السلام عليكم يا حاج محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا حاج عبد الغفار. يا سيدي توشك، الله اخبار التلفون ايه؟ ما بيهمتش، البابور دايما طالبني في المركز. طيب خد بالك منه. هو مين دي؟ المأمور؟ التلفون. ما تخليش جماعتك يطبسوا في السماعة كده وإيدهم فيها ظافر، خليهم يغسلوها. لك لنا يعني نفسي بتعوف الظافر. ما دخل في دارنا التلفون. ايوه خلاص وخدنا العمودية ورجع لدارنا التلفون. يا ابو قول لي رايح على فين؟ يا ابو قول لي يا ابو. سلام يا سعبدو. يلا يا سعب حليم، سعبدو الكاريتة جاهزة. يلا يا ابو قول لي يا ابو قول لي. يا سلام يا سلام يا واضي عطية، مش لاقي سميعة. معلش يا اخويا، لولا اني مرتبط في مصر كنت قعدت. انا عارف ان الحمل تقيل قوي على زينب،
شوف مصلحتك يا عبد الحليم، انا مش هقبل ابدا انك تنشغل عن دراستك مهما كان. ربنا يخليك لينا يا اخويا ويشفيك. مع السلامه وخلي بالك من نفسك. ابقوا سلمولي على زينب. الله يسلمك. اشوف وشك بخير يا زينب. مع السلامة عبد الحليم. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من عبد الحليم. يا عبد الحليم، خد بالك من نفسك يا عبد الحليم. ابو فضل. اهلا يا خال. ابوك هنا يا بنت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا صبحين. تفضل اعملوا لنا فنجان قهوه يا بنت. حاضر يا. لا الحكايه مش عايز قهوه يا ابو غفار. امال ايه؟ شربات ولا شربات؟ قول يا استاذ ابراهيم فيه ايه؟ وهوشتني وقعت قلبي. حكايه عايزه عشوه محترمه ولا انا ما استاهلش يا عبد الغفار؟ يا سلام يا سعاده البيت، ده انت تستاهل الدار. يا بنت تعبي. ايوه هات يا بنت وزه كده من اللي انتوا بتزغطوهم وطيرنا يا بنت. ايوه واحموا الكانون، عايز الاكل ده يكون جاهز في ظرف ساعه زمن. يلا يا بيه. حاضر يا. والقهوه على ما الاكل يخلص. يا سلام جت في جمال والقهوه يا بيه. ايوه قول يا استاذ ابراهيم، العموديه رجعت. ايوه. الله اكبر، ما يجيبها الا رجالتها يا اولاد. ايوه يا فندم. مين يا فندم؟ أنا يا فندم. حاضر يا فندم. تمام يا فندم. حاضر. ما خلاص واخدنا العمودية ورجع لدارنا التلف واد يا فراش. ايوه حضرتك العود. ابقى صبن العد هذا قبل ما ترجعها الدوار. عد انت يا حضرتك العود. عد التلفون يا هلا. ما خلاص واخدنا العمودية ورجع لدارنا التلفون. سلام عليك يا عود. بتقول ايه يا عطية؟ زي ما بقول لسيادتك كده يا سعد حميد. بيقولوا انه رشح نفسه في البرلمان وعبد الغفار هيرجع يمسك العموديه. البلد كلها بتتكلم على الموضوع ده ورجالتهم زايتين على الاخر. ومن امتى ابراهيم بيهتم بالسياسه؟ ما اظنش ان هو هينجح، الناس ما بتحبوش في الكفر. يا ترى بتخطط لايه يا ابراهيم يا ابن عمي؟ اه يا بلد، كل يوم في حال وحالك ما عادش عاجب حد. اهدي انت هتشهر يالا. ما تقول هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه يا زنفل؟ ده ملكه ومنظمه صاحبه. شفت الواد فراج كان نافش ريشه ازاي؟ طبعا يا عم، ما هو طول عمره سو ابن سو، ضمن الوظيفه الميري دلوقتي ولا حدش قده. اضرب رن يا جهاتة. وحشني صوتك من زمان. فينك؟ فينك ايام ما كنت ترن الرنه كده تجلجل في الدار يا غاتح؟ فينك؟ انغام كنت بتطلع انغام. ادي تلحين من دي. اضرب يا اخويا اضرب، وحشني صوتك من زمان، بقالك مده حزين. اضرب. الو ازيك يا فندي؟ ألف الأبيض، ازيك وازاي صحتك؟ يبارك لي في عمرك يا أخويا، يبارك لي في عمرك، أهلا وسهلا.
لا 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 مش هيتنقل من هنا ابدا الا يعني كده يعني بعيد عن السامعين لما اروح على التربه. ايه ده حتى في التربه هاخده في حضني. ايه الله يبارك لي في عمرك. ازيك بقول لك ايه في حاجه عيناي سي ابراهيم الطايف في دار ابعت تقول له سعاده المامور عايزك ومال يا اخويا ومال حاضر من علينا اتنين الشيع له غفير دلوقتي بقول لك ايه يعني كل لما تلاقي نفسك فاضي كده اضرب علي. ايه سمعني صوت ايه ايه في الفاضي والمليان يا راجل ايه بس ما تنساني كل لما تلاقي نفسك فاضي اضرب عني ايه بالسلام شكرا لك يا فندم تحرمش منك يا اخوي مش انا علي احط السماعه ايه بالسلام يا اخوي قد يا فراج ابو عطيه ايوه حضره العمد فين شيخ الغفر يا قال لسه ما جاش يا عمد لسه ما جاش نهاره طيب حغير على اليمين لغير انا تحت امرك يا حضره انت تخلص خالص وتعمل اللي بقولك عليه تجري جري كده تشيع لي ابراهيم الطايب قول له جالك مكالمه على تلفون العمد حضره سعاده البه العمدي غور من وش اجري حكاية برلمان بلد الله بلاش بقى حكاية ولد دي بقى كبرنا انا بقى وحنخش البرلمان حنسافر مصر تاني لا هنقعد هنا برضه بروح مصر وارجع بس انت عارفة انا يعني ايه عضو في البرلمان انا مش قادر افهم بلد يعني وجاهة قيمة ومركز وحساب يعني رؤسة ووزراء دنيا تانية يا عنا كل دي مش مهم فلد من غير أرض من غير زوجة من غير أولاد إبراهيم أنا كبرت إبراهيم وخايف أموت من غير ما أشوف أولادك وأشيلهم جيتي على الوجع يا عنا الأرض الزوجة والأولاد فلاحة عزيزة رفض يقابلني رفض يشوفني هو مش قادر يفهم انك لازم تجوز رقية لا يا انا لا خلاص خلاص رقية دي كان زمان ايه فلت صرفت النظر عن ارض ابدا بس مش رقية هي اللي هتجيب الارض امال مين فلت واحدة تانية واحدة تانية بس مش رؤية وطال الزمن أو قصر أنا مستني هذا البرنامج الذي نعرض فيه قصة شخصية شهيرة في الأدب العربي القديم هذا أعجب ما سمعت أخيرا ولكن هذه الشخصيات رغم شهرتها ما زالت موضع الشك خذها مني يا أشعب حكمة نصوحة هل وجدت فعلا تلك الشخصيات وعاشت أم كانت مجرد ضربا من خيال الأدباء قدرت ذلك وكنت أتوقع هذا اليوم هيا هيا بين الحقيقة والخيال الاثنين 11 مساء على قناة ذكريات قولي حدوتة تاني وبعدين معاكي بقى بلاش تتابع ابوكي تعال يلا يا مباركة يلا يا مباركة ايوه يا ست تعالي خديها يلا يلا انا ماشيه بقى يا عبدو استني يا زينة انا جاي معاكي جاي معايا فين الغيط
عطية يا عطية. ايوه يا صاحب حميد. حضر لي الحصان بتاعي يا عطية. ما تتحرك عطية، ما سمعتنيش. سمعتك يا صاحب حميد. حاضر. عبدو انا خايف عليك يا عبدو. مش عايز حد يخاف عليا، انا صاحب البيت والامر الناهي فيه، لازم ده يكون واضح ومفهوم للكل. طيب اجي انا هساعد نفسي. شدد الحصان ده لمين يا ولا؟ ست زناب هتركب حصان؟ لا يا بنت، ده عشان البيت. ده مين؟ صاحب حميد. اتعبطت يا ولا؟ جاكي دق في حنكك. بقول لك ايه يا بيت، كلمه يا ولا دي مش عايز اسمعها منك تاني. احنا خلاص كبرنا وبقى عندنا عيال، بعد كده تقولي لي يا سعطية. لمين يا اخويا؟ اتخيب ما تخيبك على خيبتك. اخلص سعطية. حاضر يا صاحب حميد. طيب مقصوفه الرقبه، لما ارجع لك يا بركه. هو يا سعادة البيت، قرب الحصانة. تعالى يا سيد. أنا حطلع لوحدي. يا رب. تعال سيد. يا رب، يا من انت كريم يا رب. تنايمة يا أنا؟ ايه دي فالد، انت رايحة فين؟ انا بس نازل الغيط. وكل يوم غيط غيط فالد؟ مش هشوف مصالح يا أنا. ما تخافيش، مش هتأخر. سلام. سلام فالد. وحشيتك الأرض يا عبدو. أو يا زينة، أنا ما اتخلقتش عشان أعيش بعيد عن الأرض، أموت. بكرة تخف يا عبدو وترجع لها تاني. قبل ما اخف انا خلاص عرفت السكة، مش هقطع عنها تاني ابدا باذن الله. حميد يا رجاله، يا الف ليله بيضا، الف ايه؟ يا 100,000 ليله بيضا. انت عبد الحميد خف يا اولاد؟ يا الف ليله بيضا. يا الف ليله بيضا. يا سلام. يا حميد. Thank you.
بس بس يا بنتي كفاية بقى نصيبك كده. معلش انت فاهمة يا نينا، وقت كل فاكرة ان انا حزينة على حظي ولا بختي مش عاجبني. لا يا نينا لا، انا زعلان عشان عبد الحميد، بس اعمله حاجات كتير ومش قادرة. كان بإيدي كنت أرقد أنا مكانه وهو يقف. ويعني أنا كنت فاكرة كده، ربنا يخليكي. وعيط عشان هو عيان. ربنا كبير يا بنتي، قادر يشفيه هو أول والسلامة. السلام عليكم. أهلا يا زينب. عبد الحميد فين؟ ما خرجش من اوضته من ساعه ما دخلها امبارح وما كلش. وبعدين رد عليا يا عبدو، انا مش حته خشبه بتتكلم، ولا عبد الحميد الطيب من ازاز يتكسر. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اسمع يا عبده، اللي انت بتعمله ده غلط. لا انت اول ولا اخر واحد بيحصل له كده. تعز ايه بالظبط؟ عايز اموت. تسيبني لوحدي؟ تسيبني مع اولادك وامك واخواتك والارض؟ انت اناني، انت ما تفكرش غير في نفسك وبس. ما فكرتش فيا مره واحده؟ انا عمري ما خطر ببالي ان انا انزل اصور الفلاحين، مش انزل الارض وازرع واقلع واساعد الرجاله. بتعايريني يا زينب؟ لا لا، انا مش بعايرك، وانت عارف كده كويس. انا كل اللي عايز اقوله لك ان البني ادم مش لازم يضعف، مش لازم يخلي الظروف تركبه. ده انت مش فاهمه حاجه خالص. لا يا عبدو، انا فاهمه وحاسه وعارفه كل حاجه. مين ابراهيم ده اللي تعمله حساب؟ ابراهيم خلاص ما عادش بيطلب رؤية. ان شاء الله عنه ما طلبها. ثلاثة بالله العظيم لو طلبها ما هو خدها. ولا عاد بيطالب بالارض. قصدك ايه يا عبدو؟ ابراهيم ما عادش يكفي رؤية ولا الاربعين فدان. خلاص عايز يشيل الجمل بما حمل. عايز تقول ايه؟ اسمعيني للاخر. ده ابن عمي وانا عارفه كويس قوي، وشفت دافع عينيه وهو بيشيلني يوم ما وقعت على الارض. ابراهيم عايزنا نموت وبسرعه عشان يشيل هو كل حاجه، وبيحضر نفسه لده. دخل البرلمان عشان يبقى عنده الجاه والحمايه، ما يبقاش ناقصه غير الارض، كل الارض. طب انت عايز تناوله كل اللي هو عاوزه، تكتب في قلبك وتقفل عليك وما تشوفش حد، ما ترضاش تاكل علشان تموت، مش كده؟ اسمع عبدو، عشان تبقى مطمن، انا حبيتك انت، حبيتك لدرجة ان انا حسيت ان انا وانت بقينا حاجة واحدة، حتى الموت نفسه ما يقدرش يفرق بينا. تموت قبلي، صدقني مفيش راجل حليم اسمي. احلف لك باغلى شيء في حياتي بيك يا عبدو. ام بركه، ام بركه، تفطر ايه؟ بس احنا دلوقتي غدا، تتغدى ايه؟ ايوه يا ست، هتغدينا ايه النهارده يا ست يا عجوز؟ ايه يا عبد الغفار، العيال اللي انت لاممهم بره دول؟ دول عدم المغزى يعني عشان يلفوا البلد يهتفوا باسمك، مش انتخابات يا استاذ ابراهيم. لا يا سيدي، الانتخابات مش كده، ده لعب عيال ده. والله احنا متعودين على ان احنا الانتخابات نعمل فيها كده واكتر من كده كمان. عايز احس بطعم النجاح ده، عايز احس ان انا عملت حاجه و
نجحت فعلا. الله اللي شوف. يلا يا رجال الهمة شوية، النهار هيخلص واحنا ما عملناش حاجة. يلا ايوه كده. بلد ابراهيم بلد ايه بقى عنا بلد دي؟ ما قلنا خلاص